ما الذي يحصل في سوق العملات؟ قبل سنوات قليلة كان الجنيه يساوي دولاراً ونصف الدولار، واليوم يلامس الدولار الواحد. الدولار قوي جداً، الجنيه استرليني ضعيف جداً، واليورو تحت مستوى الدولار، ولكن ربما هناك فرص أيضاً في هذا الواقع. ووسط انخفاضات تاريخية للاسترليني واليورو أمام الدولار، يبدو أن البحث عن ملاذات آمنة سيتزايد عبر الاستثمار في عملات أخرى ربما، أو الدخول في خطط أخرى لأجل حماية التراجعات. هذه الانخفاضات المتلاحقة تدفع لسؤال مهم وجوهري، كيف يمكن أن نستفيد من المعطيات الحالية؟ سقوط حر للعملات اليورو الجنيه الاسترليني، ما سبب أولا سقوط هذه العملات؟ طيب أول شيء نتطلع على سبب حركة العملات، من نقسمهم لشغلتين، أولا الأساسيات تبع الاقتصاد، وثانيا القرارات اللي بيأخذها البنك الفيدرالي أو البنك المركزي. فينا نتطلع على الأساسيات، إنه هلا منشوف أوروبا، منشوف كل منطقة أوروبا إنهم كتير متخوفين من ركود. في عنا أزمة طاقة، خايفين من اللي رح يصير من النزاع الروسي الأوكراني، وكمان على لما بنتطلع على السايد الثاني واللي هو قرارات البنوك المركزية، ما في أي بنك بالعالم قادر إنه يشدد السياسة تبعه مثل البنك المركزي الأمريكي. طيب ندى، ممكن نقول إنه مصائب قوم عند قوم فوائد، ويعني مثلا اللي مش حامل يورو ولا جنيه استرليني معاه دولار مثلا وكاش، هل هلا هو محظوظ وبقدر يروح على اوروبا ويشوف حاله عليهم شوي؟ اكيد اكيد، لانه هلا بما انه العمله قلت، فهل هذا الشيء ممكن ما يكون كثير منيح لاوروبا نفسها، لانه الشيء اللي انت كنت عم تشتريه ب مبلغ معين صار هلا بدك تدفعي اكثر لحتى تاخذي نفس الاوبجكت اللي كنت تجيبيها زمان بارخص. لكن انا كانسانه حامله الدولار فيني اروح هناك احول، يعني كان قبل ال 1000 دولار بيعطيني 900 يورو، هلا صار ال 1000 بيعطيني 1000، بروح هناك بستثمر، بشتري عقارات، حتى فيني انا اتداول العملات، يعني ابيع هاي اشتري هاي. فاكيد انا كشخص عنده فريش دولار رح اكون كثير سعيده باوروبا. طيب ما هي الفرص الثانيه كمستهلكين احنا ومستثمرين اللي يمكن نستفيد منها في ظل سقوط اليورو وسقوط الجنيه الاسترليني في السياحه، في الاستثمار وفي العقارات كما قلت؟ اكيد مثل ما حكينا هلا انه العقارات، انت كحدا عنده مثلا، مثل ما بتعرفي انه احنا عملتنا باكد للدولار، فاحنا مستفيدين. يعني هلا بدك تشتري عقار احسن لك تشتري بدول اليورو. نفس الشيء كمان الاستثمار بزنسز، السياحة أكيد هلأ أسهل، وحتى هلأ إذا بتجربي بتقدمي على شنغن فيزا كله فل، الكل عم يروح هلأ على أوروبا.